بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نجدد اللقاء بكم متابعين الأوفياء من خلال هذه الحلقة الشيقة من تاريخ مغربنا الحبيب على قناتكم التاريخية بامتياز قناة مملكة التاريخ المغربي. في الحلقة ديال اليوم غنهضروا إن شاء الله على الأسباب اللي أدت بالأمير أبو بكر بن عمر المتوني إلى الخروج من المغرب وتولية يوسف بن تشافين في مكانه أميرا على المغرب. بالنسبة للأسباب فقدروا نلخصوها في جوج ديال الروايات. فأما الرواية الأولى فهي اللي كيعود لنا ابن خلكان في كتاب وفاية الأعيان اللي كيقول لنا فيها: فلما حصلت البلاد لأبي بكر بن عمر المذكور سمع أن عجوزا في بلاده ذهبت لها ناقة في غارة فبكت وقالت: ضيعنا أبو بكر ابن عمر بدخوله إلى بلاد المغرب. فحمله ذلك على أن استخلف على بلاد المغرب رجلا من أصحابه اسمه يوسف بن تشافين ورجع إلى بلاده الجنوبية. يعني أنه وصلته واحد الخبار مفادها أن واحد السيدة الكبيرة في العمر يعني كتدعي على الأمير أبو بكر بن عمر المتوني بسبب أنها تسرقت منها واحد الناقة ديالها، وهذا الشيء راجع للأمان اللي أصبح ناقص يعني في الصحراء، بالإضافة لعدم الاهتمام بالصحراء بعد ما تم تحويل الأنظار ناحية شمال المغرب، بالإضافة للعاصمة اللي تم تحويلها هي الأخرى من الصحراء إلى أغمات بالمغرب. هنا كنستنتجوا أن الجيش اللي بقى في الصحراء ما كانش قاد على حماية دوك الأراضي لسببين. السبب الأول هو أننا كنعرفوا أن الأمير أبو بكر بن عمر المتوني كان رسل يوسف بن تشافين على رأس واحد الحملة عسكرية قوية وكبيرة من أجل القضاء على دوك كثرة الإمارات اللي كانوا في شمال المغرب، وكان الغرض من هذه الحملة العسكرية هي توحيد المغرب تحت راية واحدة. وهذه المسألة جميع المؤرخين كيتفقوا عليها، وحتى حنا غادي نتفقوا مع هذه الرواية هذه، لأن الحملة العسكرية اللي ترأسها يوسف بن تشافين من أجل توحيد شمال المغرب يعني خاصها واحد الدعم، واحد الدعم مالي كبير، لأن ذاك الجيش خاصه ما يأكل، خاصه يتخلص، خاصه شحال من حاجة. إذن جميع الأنظار ديال الأمير أبو بكر بن عمر المتوني كانت متوجهة ناحية شمال المغرب. هذا بالنسبة للسبب الأول. طبعا غنشوفوا السبب الثاني. السبب الثاني هو أن الأمير أبو بكر بن عمر المتوني كاع المال ديالو حطو في العاصمة أغمات، إذن خصو يكون عنده واحد الجيش كبير اللي يحرس هذا المال هذا. ومن خلال هاد السببين الاثنين كنستنتجوا أن هذه هي الأسباب اللي خلات الأمن أنه يكون ضعيف، وضعيف بزاف في الصحراء المغربية آنذاك. إلا أنه كاين واحد الرواية أخرى اللي كنعتبرها شخصيا أكثر دقة من هذه الرواية هذه اللي عاود لنا ابن خلكان. سبب التفاصيل ديالها الدقيقة اللي كانوا وجدوها مكتوبة عند أغلب المؤرخين، وهذه الرواية هذه عندها علاقة بتأسيس مدينة مراكش أيضا، وصاحب هذه الرواية هذه هو ابن عداري المراكشي اللي كيتعتبر واحد من أقدم المؤرخين المغاربة اللي نقلوا منه العديد من المؤرخين المتأخرين على رأسهم ابن خلدون اللي حتى هو كيقول هذه الرواية هذه اللي غادي نعودها لكم دابا. لكن بخصوص بناء مدينة مراكش فراه خصنا نعرفوا واحد الأمر، وهو أن الأمير أبو بكر بن عمر المتوني راه معاه عطى أمر الشروع في بناء مدينة مراكش يعني قبل ما يكملوا أشغال ولو دار وحدة في هذه المدينة الجديدة، حتى غيجي واحد السيد على الفرس ديالو واللي كيوصفوا لنا ابن عداري في كتاب البيان المغرب على أنه أشعث الرأس يعني شعره مكريبي كما كنقولوا بالدارجة ديالنا. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن هذا الشخص هذا جاي من الصحراء. المهم هاد الشخص هذا مع غيوصل الموضع بناء مدينة مراكش غادي يلقى الأمير أبو بكر بن عمر المتوني مجمع مع العمال، مع غادي يوصل عنده غادي ينزل من على ذاك الفرس ديالو، غيقصد الأمير أبو بكر بن عمر المتوني غادي يسلم عليه وغادي يقول له بلي قدالة راهم هجموا على المتونة وراهم كيقتلوا في بعضياتهم.
ومع سمع الأمير أبو بكر بن عمر لمتوني هذه الخبار هذه غادي ينوض ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني السيد كان جالس من يسمع ذاك الخبار ناض وكأنه سمع بفاجعة. وفعلا نيت هذيك راه فاجعة لأن الناس اللي انت كتحمل المسؤولية ديالهم راهم كيقتلوا في بعضياتهم. المهم الأمير أبو بكر بن عمر لمتوني لما سمع هذا الخبر هذا غادي يقرر باش أنه يمشي للصحراء لغرض إصلاح أمر ذاك الصراع اللي كان وقع بين القبائل الصحراوية. كيقول ابن عدار المراكشي وفي سنة 63 و400 كان الأمير أبو بكر بن عمر قاعدا على الصور والفعالة أمامه يعملون في الصور وفي غيره إلى أن وقف عليه رجل راكب على فرس أشعة الرأس فسلم عليه وقال أيد الله الأمير إنك دال أغارت على إخوتك فقتلوا الرجال وسلبوا الأموال وهزموهم. فلما استوفى كلامه قال الأمير أبو بكر بن عمر اللمتوني إنا لله وإنا إليه راجعون. في هذا الوقت اللي كتوقع فيه هذه الأحداث كلها كان يوسف بن تشفين عاد انتهى من ذوك المعارك اللي يعني كنا شفناها معكم في الحلقات الماضية من يعني كان محارب مع المغراويين وتارة مع المكناسيين وتارة مع الحاجب سكوت البرغواطي. المهم باختصار يوسف بن تشفين كان قدر أنه يوحد شمال المغرب كامل ويقضي على جميع هذه الإمارات هذه. ودابا يوسف بن تشفين راه جاي راجع بحاله ناحية مدينة أغمات، بل أكثر من هذا كان على أعتاب الأبواب ديال مدينة أغمات، يعني كان قريب بزاف. كيقول لنا ابن عداري المراكشي أن أبو بكر بن عمر غادي أمر قياد الجيش وأشياخ القبائل باش أنهم يديروا واحد الاجتماع ويصوتوا على شي واحد منهم اللي تولى مهمة حكم شمال المغرب، ريتما أنه يمشي يقضي الغرض ديالو في الصحراء ويرجع. إلا أنه يعني كاع دوك الأشياخ والقياد حتى واحد ما قدر أنه يتولى هذا المنصب هذا لعظامته ولمسؤوليته الكبيرة. وهنا ابن عداري المراكشي غادي يقول لنا باللي الأمير أبو بكر بن عمر المتوني غادي يعطي مهلة ديال النهار لدوك كبار الدولة من أجل تعيين الشخص المناسب لهذه المهمة. يقول ابن عداري وبعث إلى أشياخ المتون وكبرائهم وعظمائهم وقال لهم إن إخوانكم قد أغارت جدال عليهم وقتلوهم وأنا مسافر إن شاء الله إليهم لآخذ بتأرهم فانظروا منكم رجلا أستخلفه عليكم. فأطرق الجميع رؤوسهم وصمتوا ثم رفعوا وبهتوا فلم يكن إجماع على ذلك. فقال لهم لا بد أن تدبروا من ترونه يصلح لذلك ثم انصرفوا. المهم سيادنا الغد ليه الأمير أبو بكر بن عمر المتوني غادي يمشي لواحد الغرفة غادي يصلي فيها واحد جوج ديال ركعات وغادي يطلب من الله سبحانه وتعالى باش أنه يبين ليه هذاك اللي غادي يقدر على هاد المسؤولية الكبيرة، لا سيما أن الشمال ديال المغرب كان أصعب وأصعب وأصعب بكثير من الجنوب حكم أن الشمال كانوا فيه إمارات قوية فيه جبال. مني كندوي على الجبال فراني كندوي على التضاريس الوعرة، الشيء اللي غيكون خطر على الجيش المرابط. وإلا ما كانش في مقدمة هذا الجيش هذا واحد القائد اللي محنك عنده مع أساليب قتال عارف القوالب عارف الخبايا ديال المعارك راه ما غاديش يقدر يتولى هذه المهمة هذه. المهم الأمير أبو بكر بن عمر المتوني بعد ما سلم من دوك جوج ديال الركعات غادي توجه لديك الغرفة اللي كان فيها الاجتماع، داك الاجتماع الحاسم اللي من خلاله غادي يتم تعيين أمير المرابطين الجديد على بلاد المغرب. وفي أثناء هذا الاجتماع هذا غادي يدخل يوسف بن تشفين في مقدمة الجيش دياله مع أبواب مدينة أغمات. طبعا غادي يشوفوه الناس غادي يشوفوه الحراس ديال المدينة وغادي يجريوا باش أنهم يتلقوا ليه ويسلموا عليه لأنه صاحبهم لأنه الأمير ديالهم بغاو يسلموا عليه أو ربما توحشوه. كيقول ابن عداري باللي واحد من ذوك الحراس اللي كانوا كيحرصوا ديك الغرفة اللي في هذاك الاجتماع ربما بالفرحة غادي يغوت باسم يوسف بن تشفي. وهنا غادي تذكروا الأمير أبو بكر بن عمر المتوني لأن ربما انساه، يعني انساه الشيطان ذكره بحكم أن يوسف بن تشفي راه سنوات وهو بعيد على أغمات، سنوات وهو في الحروب وراه شفناها شفنا كاع ذوك الحروب اللي دوزت فيها في الحلقة
الحلقات الماضية. المهم الأمير أبو بكر بن عمر اللمتوني كيقول لنا عليه ابن عدير المراكشي أنه مع سمع اسم ديال يوسف بن تشافين غادي يجي واحد النوع من الارتياح التام، لأنه عرف شكون غيقد على هذه المسؤولية العظيمة، لا سيما أن يوسف بن تشافين واحد الإنسان اللي يعني مجموعين فيه جميع الصفات ديال القائد. بل أكثر من هذا، يوسف بن تشافين عرف خبايا بلاد الشمال ديال المغرب بكون أنه دوز فيها واحد العدد كبير من الحروب اللي خدات منه سنين، يعني حتى أصبح كيعرف المغرب قنت بقنت. المهم سيدنا الامير ابو بكر بن عمر المتوني غادي يكمل على ذاك الاجتماع ديالو بحال لا ما طاري والو، ومع غادي يوصل للنقطه الحاسمه، غادي يقول دوك الكبار ديال الدوله، غادي يقول لهم شكون هذا اللي اتفقتوا عليه باش انه يكون الخليفه ديالي على المغرب. وفي هذه اللحظه غادي يدخل عليهم الامير يوسف بن تشافين في واحد المشهد دراماتيكي، وغادي يقول ليه انا اللي غادي نكون الخليفه ديالك على شمال المغرب. وهناك يقول لنا ابن عداري المراكشي باللي ابو بكر بن عمر المتوني غادي يهز عينيه، غادي يشوف في يوسف بن تشافين ويقول ليه صدقت يا يوسف، انت والله خليفتي. نقرأ عليكم هذه الاحداث من كتاب البيان المغرب. ابو بكر صلى ودعا الله ان يسمي له رجلا صالحا يستخلفه، فهتف به هاتف مرعوبا فقال من هو هذا الغائب؟ فأنساه الله ذكر يوسف بن تشافين إلى أن وصل من بلاد المغرب في تلك الأيام، وحضر بين يدي أبي بكر بن عمر وهو يعيد القول على إخوته وهي الثالثة، فقال له يوسف بن تشافين أنا أكون خليفتك إن شاء الله عز وجل. فقال له الأمير أبو بكر صدقت يا يوسف، أنت والله خليفتي، وتذكر قول الهاتف له فولاه الأمر بعده. ومن خلال هاد الرواية كلها اللي وصلنا لها كنستنتج أمر واحد، وهو أن الأمير أبو بكر بن عمر المتوني فعلا هو اللي أعطى أمر بناء مدينة مراكش، ولكن بسبب المشكل اللي كان بين قدالة وبين المتونة في الصحراء المغربية غادي يقرر باش أنه يخلي كل شيء مراه ويمشي للصحراء بعد ما ولى يوسف بن تشافين مكانه أميرا على شمال المغرب. وهنا الأمير يوسف بن تشافين غادي يكمل على بناء مدينة مراكش حسب الأهواء ديالو، يعني حسب الاختيارات ديالو. لكن واخا هكاك هذا الموضوع كيستوجب منا أننا نبحثو مزيان باش أننا نعرفو شكون هو مؤسس مدينة مراكش باش أننا ما نظلمو حتى واحد. لكن يوسف بن تشافين هو اللي بناها، نقولوا يوسف بن تشافين بناها. لكن أبو بكر بن عمر المتوني هو اللي بناها، نقولوا أبو بكر بن عمر المتوني بناها. لكن نقولها وأكرر، خصنا نبحثوا أكثر في هذا الموضوع، وكنوعدكم إن شاء الله تعالى أن موضوع الحلقة المقبلة راه غادي يكون حول من هو مؤسس مدينة مراكش المغربية. كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا شوية في هذا الوثائق التاريخي اللي كان حول الأسباب اللي أدت لبناء مدينة مراكش المغربية. وتل هذه النقطة كنكون وصلنا لنهاية الحلقة، ما تنسوش تدعمونا بواحد لايك باش نعرفوا شحال من واحد كيعجبو هذا المحتوى هذا. وإلا كيبان لكم أن هذا الفيديو كيستحق بطائق الشكر غادي نكونوا ممتنين لكم، بل راه غتكونوا ساهمتوا في دعم محتوى ديال أولاد بلادكم اللي خدامين في نشر الحقائق وطمس كل الأكاذيب بخصوص تاريخنا العظيم. اللي عنده شي تساؤل يخليه لنا في التعليق، راه إن شاء الله تعالى غادي نجاوبكم على جميع الأسئلة ديالكم. كما أنني أدعوكم إلى الانضمام إلينا بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى بحال فيسبوك بحال واتساب. وإلا كنت مهتم بتاريخ المغرب تقدر تعجبك هذه الحلقة اللي قدامك دابا.